من رب الأنبياء والصديقين والشهداء وأزكى الصلاة وأتم التسليم على سيد المجاهدين والمرسلين أبي القاسم حبيب المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. على آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. تابعنا بقلق على مدى الأيام الماضية المستجدات السياسية المأساوية على الساحة، لا سيما تلك المتعلقة بمعاناة أكثر من 1400 أسير يرزحون خلف غياهب السجون في وطن يريد حاكمه الغير شرعي أن يعيشوا فيه غرباء مكبلون يضربون بالصياط ليل نهار حتى آخر أنفاس الشهادة. وها نحن بالأمس القريب نرى الكيان الخليفي الغاصب الفاسد المفسد يواصل ما بدأه من إقصاء تدريجي لرموز الشعب وقادته واحدا تلو الآخر، حيث جاء اعتقال ابن بلدة المصلى وأمين عام الوحدوي المعارض البارز الفاضل عباس كخيار لا بد منه بعد أن أيقن العدو أنه لن يستطيع تحمل المواقف الشجاعة الكثيرة للإستاد قبل غطرة الخليفيين وسياساتهم الفاشلة، سيما خطابه الأخير والذي أعلن عنه فيه الشجب الصريح للعدوان الهمجي على اليمن وشعبه الشقيق، مصرحا بجراءة بالإدانة والرفض لهذه الحرب العدوانية وتورط الخليفيين المجرمين فيها دون وجه قانوني أو تفويض شعبي. فأعطى الدكتاتور حينها الضوء الأخضر لمرتزقته لاعتقال الأستاذ، وأصدر القاضي المأجور حكم السنين الخمس تطبيقا لإرادة آل سعود والبيت الأبيض الأمريكي في إخماد كل الأصوات الحرة وقمع الآراء السياسية الشريفة، وفي دلالة واضحة للعقلية المتعفنة المتخلفة التي تصادر أبسط حقوق الإنسان في حرية التعبير، والتي باتت التعويل على إصلاحها ضربا من الخيال وسعي نحو السراب، بل وجرد للبلاد والعباد نحو مزيد من المآسي والويلات. أيها الأحبة، أنتم تعلمون أن الاحتلال الخليفي لم يعطي وزنا لأحد، فدعاة السلمية بالسجن ودعاة المقاومة بالسجن أيضا والشهداء من الطرفين. فهل إن التناحر والتهجم على فتية آمنوا بربهم وصحة منهجهم هل هو من العدل والاحترام؟ التعددية في خيارات الآخرين في شيء. أيها الأحبة، إننا نؤكد اليوم لكم مجددا وكما كنا في كل فرضة ومناسبة بأن الخيار الوحيد الذي يمكن أن يحفظ لهذا الشعب عزته ويصون عرضه وأرضه وكرامته هو خيار المقاومة هذا، وإلا فالعدو سوف يبقى يعتدي ويتغطرس ويذلنا. وأما هذه الأحكام الظالمة المتوالية فهي تبرهن مجددا غياب العدالة والقانون في هذا الوطن، وحيث لا أمن من لا ولا عدالة للمواطن في بلده، فإن يتعين على الشعب أن يرفض هذا النظام القبلي الدكتاتوري القائم على سياسة القتل والبطش والفساد، إذ كل الأحكام التي صدرت وتصدر بحق معتقلين الأبرياء هي وثيقة عهد ومسؤولية كبرى تتضاعف في عمق الجماهير الغيورة لمواصلة هذا الدرب النضالي حتى تحقيق الأهداف السامية المقدسة. المجد والخلود لشهداء الثورة اللؤلؤ الأبرار، الحرية والإباء لتيجان هذا الوطن خلف القبضان، الويل والعار للقتلة الفجار، والسلام عليكم يا شعب السلام في موطن السنام، صادر عن اللجنة الشبابية ببلدة المصلى واللجنة الشبابية ببلدة أسكان جدحة.